ليه اوباما؟ اوباما بدأ يبقى شوية اكتر فوقان في الناحية الهجومية، توصل طارق حامد حطها الكهرباء، كهرباء يلعبها هايلة هايلة هايلة، جون 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 جون، حلوة. قلت لكم المباراة دي محتاجة كهرباء، قلت لكم اوباما فاق، قلت لكم اوباما راق، قلت لكم اوباما احسن، قلت لكم اوباما اخطر في الشوط الثاني، وقلت لكم الزمالك عايز ده، عايز يكسب. وكهرباء كهرباء يا كهرباء، كنت فين يا كهرباء؟ اهي ادي اوباما، ادي التسديدة ومكملها. الجون باسم مين؟ الجون باسم اوباما، سجل يا تاريخ. الدقيقة 70 يتقدم الزمالك بهدف ليوسف اوباما من تمريرة سحرية لكهربا، يتقدم الزمالك 1-0، تقدم مستحق. الاداء الشوط الثاني بيقول كده، قلت لك يا باشا صدقني واسمع كلامي وحلله. لحسام حسن سنة 98 حطها بشماله في الشبكة، مفيش اجمل من كده. وانا قلت يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام، لانه الاسيست كان رائع. تاني عرضية، تاني خطار، جون جون، مش معقول حسام حسن، جون. يا خبر ابيض على الجمال، يا خبر ابيض على الحلاوة. كنت مقعده ليه يا علي يا ماهر؟ كنت حاطه على الدكة ليه يا علي يا ماهر؟ عرضية ايه؟ رأسية ايه؟ جون ايه؟ يا جماله يا جماله، الماتش مفيش مثاله، الشوط التاني مفيش احلى منه، مفيش اجمل منه، مفيش اروع منه. الاتنين البدلاء غيروا شكل المباراة. الاوت لشريف رضا، لمحمود منصور، لشريف رضا، العرضية الرأسية على شمال جنش، جون. نجمة نجمة لحسام، نجمة لحسام حسن. ما هو على اسم مين ده؟ انا لسه بحكي لكم قصة حسام حسن. يا خبر ابيض، وكأنه سمعني، وكأنه شايفني، وكأنه